السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه القصة من قصص المجتمع المغربي. معنا الآن أحد أمهات أحد الشباب اللي وفاته المنية هذه مدة 15 يوم او اكثر، 15 يوم هادي دابا توفى. دابا خويا شي سيمانه و 15 قول 10 ايام اليوم 10 ايام وفات ديال 10 ايام. الان الام ديالو والعائله ديالو والاخت ديالو كيتكلموا على انه الابن ديالهم ما ماتش بطريقه عاديه، ما ماتش مطلقا. تواصلوا معنا، بغاو يعطوا واحد النداء ديالهم، يوجهوه كما كيتكلموا انهم كيوجهوه لرئاسه النيابه العامه. غادي تستمعوا معنا لهاد الحيثيات ديال هاد القصه ديال هاد القضيه. العائله معنا لتنوير الراي العام، فالسيده او الام اللي معنا الان اللي هي امينه، فهي ابنه ديال لاعب ودادي نجم فريق الوداد الرياضي سابقا اللي هو عبد السلام عاطف، اللي غادي تعيشوا معنا ونعرفوا شكون عبد السلام عاطف. اللي باقي يعرف عبد السلام عاطف بطبيعه الحال التاريخ راه كيدون اسم ديال هذا اللاعب هذا، الله يوليه برحمه الله. اللي باقي ما كيعرفوش، حنا غادي نتواصلوا الان مع الام والبنت من خلال هذه القصة هذه، فكنتمنى انكم تبقوا معنا باش تستمعوا لهذه القصة هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى. الله. وعليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى. اختي تواصلتوا معنا على اساس انه الابن ديالك، بعدا اول حاجة بركة في راسكم. ويمشي معك باس. بركة في راسكم. واحد ضعوا فيه الشباب وضعوا فيه الناس الجيران والاهل والاحباب. تواصلتوا معنا على اساس قلتي بان الابن ديالك ما ماتش موتة طبيعية. انا ولدي ما ماتش موتة طبيعية. بغينا نعرفوا شنو واقع. شنو واقع اسيدي؟ انا ولدي كانوا عنده بزاف ديال الاعداء. ديما كانوا كيتلقاو ليه، تيتكرفصوا عليه، تيسلخوا، تيتكرفصوا عليه، تيصيفطوه للحبس هباء المنثورة. هو كان دري ظريف ماشي من المعديين، ماشي دري متخلق. انا اللي عارفه ولدي كيفاش داير، كيفاش مربيه انايا. وهاد الاعداء هادو كانوا كيحلفوا عليه ديما، تيقولوا ليه والله ما نخليك، والله ما نخليك. انايا دابا يا ملي مات ليا ولدي وليت شاكه. الدري كان صحى السلام كان. واش بلاتي، واش عندك غير شك اختي؟ اختي واش عندك غير شك ولا عندك يقين؟ انا عندي اليقين بان ولدي تيموت على التوني. ولدي انايا كيموت على الراجا من الكرين. هو من الكرين تيموت على الراجا، شي حاجه سميتها الراجا، هو يا محب لها تيموت عليها. واخا حنا وداديين ودارنا كلها وداديين، وبا اللي لعب كره ديال المحصول من زمان ملي بدات الكره والتاريخ ديال الكره، انايا ولات انا عز عليا الراجا على قبل ولدي. ولدي انا تيموت على التوني هذا، وعلى قبل التوني كان العصب، على قبل التوني تكرفص، على قبل التوني مشى للروضة في الاخر. ولدي كان صحى السلام كيمشي تريني صحيح صحيح، واكل مزيان، لابس مزيان، عايم مزيان، نعس مزيان، ما خاصو حتى شي حاجه. وجا ولدي ولا اللي ولا تيرد ليا، اللي كانت تيرد تيقول لي امي راني تنتقطع. تنقول له ولدي اشنو كليتي اشنو انت؟ تيقول لي امي انا غنصح وغادي نقول لك. ها خليني. ولدي كان راجل كان زامن داكشي عنده في قلبه، ما تيقولش ليا، تيبغيش يخلعني، ما تيبغيش يديرونجيني عليه. ولدي تيبغيك تيتحسك ملي تندخل انا تيتقعد. وليت اللي عطيتها ليه تيردها. جاو عندو ناس راقيين داروا لي الدواء، قراو علي قران. مسكين راه الدري ما عرفتش انا كيفاش يعجر علي انايا، ما فهمتش. دينا المرسى خرجناه، راه ناس اللي وقفوا معاه وداك الشيء، ورد ليا شي حوايج. هذا انا لا فوت ديالي اللي ما درتش داك الشيء، ما درتش ليه التحاليل. كنت مرفوعه، كنت مرفوعه انا مع ولدي عزيز عليا، ترفعت ما بقيتش كنعرف شنو تندير. تلفت وتا الموت ديالو في السبيطار شي حاجه ما فهمتهاش انايا. بغيت انا الله يبين لي الحق ديال ولدي. انا ولدي الا كان ميت موت الله، مرحبا بي، انا راضيه بالحكم ديال الرب الرحمن. هو انا راضيه بي، كنا غنموتو
كل نفس ذائقه الموت، ولكن انا ولدي حاسه به مغدور وكنهز دقته وكان كيسحب راسو غادي صح. مع الاسف الشديد ثلاث ايام ديال الانعاش ما عرفتش كاع كيفاش طرا لي انايا، حتى ترفع كاع من بلاصتي، حتى لقيت ولدي انايا في العمر ما بقيت فاهمه والو، لقيت لي وراك مزروبين كلشي مزروب، انا ولدي تهز دغيا دار الروضه ما فهمت والو. انايا دابا انا كنطلب من الملك النيابه ومن السعادات من الملك نصر الله، الا كان كيشوفني وتيسمعني يقدرني. انا راه صبرت بزاف، تنطالبوا من النيابه تخرجنا تشريح الجنتا باش حنا الملك يوقف لي على حق ولدي باش حنا نرتاح. امر النيابه العليا حيت انا خويا عنده اعداء، خويا عنده اعداء، تنطالب من النيابه تشريح الجثة. لا ما تموت الله مرحبا، ولا مات مسمم. كاينين الاعداء ديالو، كاينين الاعداء ديالو اللي صيفطوا ليه داك السم، حيت خويا ما ماتش موت الله، حيت موت الله ما تخليهش يتوجع ويلوح شي حاجه من فمو. واش هاد التصريحات، هاد التصريحات نتوما دليتوا بها؟ التصريحات التصريحات دليتوا بها امام النيابه؟ لا لا. علاش ما دليتوش بها امام النيابه مثلا ملي قبل ملي سمعتوا الموت ديال الابن الله يرحمه؟ علاش ما دليتوش بهذا الشيء امام النيابه؟ هاد الشكوك اللي عندكم. لا، جاو عندنا شي ناس وصوروا شي وراق وقالت لهم الام ديالي على الشكوك اللي عندها، ما بقينا تواصلنا حتى شي حاجه. علاش ما طالبتوش بالتشريح قبل ما يدفن الدري؟ حيت راه عندنا مشاكل في السبيطار انايا، وصلنا حنا باقي ما وصلناش، لقينا الاعداء ديال خويا في السبيطار، بديت تنغوت اخويا مسموه وقتلوه، وواحد سد ليا فمي وقال ليا سقتي قولي ليهم خوك مات بالسكر، ولقيت ورق خويا ساهلين في لامور باش ما يقطعش لك خوك، لقيت ورق خويا ساهلين في لامور، وانا تنطالب بالتشريح باش الا مات هاد السيد خويا الصغير الا مات موت الله، انا يا راضيه بالحكم ديال الله، هو عزيز والله عز منه، ولا مات مسموم راه عنده الاعداء ديالو. يعني نتوما دابا كطالبوا بالتشريح ديال الجثة؟ اه، باش انا نتاكد ما نبقاش انايا بداية التهم ندير تقليد ديال وحدين اخرين، دوك انا اللي تنعرفهم اللي دخلوا عند خويا مؤخرا. واخا اشنا هما الادله اللي كانت عندكم بانه هذا الابن ديالكم وهذا الاخ ديالكم نتوما بانه مات مغدور؟ مات بشي خويا خويا تيتقطع ما بقاش عنده السفل، والدري تيتريني كان كاع ما تيعيا وديما مسكين تي ما عمرو وقع عليه هذا الشيء، ما عمرو وقع عليه هذا الشيء، ما دينا عند طبيب ولا كان ديما داري سبورتيف مهلي في الجسم ديالو، داري ظريف طيب ما معدي ما والو. هذا السيد خويا غاروا منه غدروه حيت كانوا تيهدوه وتيقولوا ليه واحد فينا غادي يخص، وهو في الاخر هما يا خلصوا معاه تخلصوا فيه حيدوه من الدنيا. الحمد لله والحمد لله، وانا تنطالب بالجثة ديال التشريح باش انا نتاكد الا مات خويا مسموم، راه تنعرف هادوك اللي تصالحوا معاه وجابوا ليه داك السم. ايوا تنطالب من سيدنا والحموشي يشوف لنا هاد الملف كيدير، الله يجازيكم بخير. واخا غير باش نذكروا المشاهدين ديالنا الاوفياء بانه قلتي كاين عندكم شي، عندكم قلتي عندكم شي حوايج ما يثبت. اه عندي واحد، قلتي عندكم شي فيديوهات عندكم شي حاجه، واحد صور يعني خويا لاح شي حاجه كاع ما عمرنا الدري ما تيكمي ما والو ما خاصوش يلوح داك الشيء. كاين عندكم هاد الفيديوهات وهاد التصاور؟ عندي التصاور ونتصور نسقسي اختي الصغيره على وداد، عندك فيديوهات ديال شعيب خوتي رد اريهم ليا. اذا هادو ادله اللي عندكم نتوما. ادله يعني الدري كان تيرد ما تيردش هاد الشيء، حيت لي ميت بالسكر ما تيردش هاد الشيء، وما تيقولش لي انا الدكان انا اختي تنتقطع غدروني. الدكان ديالو كيرد، قلت لي خويا صارحني صارحني تغدرني، ويقول لي اختي حتى الاخر حتى فات الاوان ويقول لي اختي غدروني طعنوني اختي طعنوني. دو غرام بحال هكا قال لك؟ اه بحال هكا قالها لي، جوج شحال غرامات عنده ديال السكر في الوراق. واخا المهم غادي حنا غادي ندرجوا هذا الشيء للمشاهدين ديالنا الاوفياء في عبر الفيديو باش يشوفوا هاد الفيديوهات اللي كيتواجدوا عند هاد العائله ديال هاد الشاب هذا اللي هو الشاب شعيب اللي توفى على حسب القول دائما ديال العائله ديالو انه توفى في ظروف غامضه وعندهم شكوك ما يقولوش 15 يوم وعندهم شكوك بانه الابن ديالهم
ما ماتش مطلقة بانه مات بطريقه او كيفيه غير طبيعيه. اذا هادشي كله هذوك الاعداء كانوا ديما تيدخلوا عليه بالسيوف ومن التيمين وبالفيزي بحال داكشي ديال الارهابيين بحال داكشي ديال الافلام الامريكانيين داكشي ديال الخطيف بحال هكا. وفايت انا اللي حراسي انا وياك يعني وعندنا فيديو شوف تي في يعني الدري وعاطينو الكلاب وضاربينو كلشي عندنا كلشي بالدليل 40 واحد اللي كان تسع ناس عليه فاهم. اذا نتوما دابا اش كطالبوا 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 بتشريح زوجته الجثه الا كان ميت خويا مطلع باش تاكدوا مرحبا بها ولا ميت خويا مسموم راه كاينين الاعداء ديالو ما يخليناش نبقاو في الشوك حيت هما كانوا حافين عليه تيقولوا لي تنصفوا عليك من هاد الدنيا واخا. اذا خويا مي كانوا تيديروا لي شي حاجه ومتيمشي للحبس مظلوم ديما مظلوم ما عمره ما مشى للحبس على شي حاجه دايره حيت ما تيدير والو سولوا عليه الحوانت الجيران الناس ديال الجامع الناس ديال المقاطعات الناس ديال كلشي دري درويش ما معدي ما خايب مع الناس لا كبير لا صغير مرضي مع كلشي باغي هذيك هي التريني وتطالب بالبحث لكان هاد الدري تا هو معدي يديهم تا هو هي راه ربي راه جا راه قتلوه الا كان معدي على شي ناس نواره ديال دربهم نواره ديال ومين تيمشي خويا للحبس يبداو يدخلوا عليا انا كان الاخت ديالو شحال من خطره تيبداو تيبداو يتعرضوا عليا شحال من خطره عندنا دار في المدينه كنشان الحسن الثاني ما بغيت منه والو انا تنطالب بالتشريع على الجثه وهي بنتي انا بالسكاعه عطيها السكنه تمايا وقال لك هكا المدينه ديالهم حرموه على المدينه ما كيدخلش لدارهم المدينه ما تيدخلش ليها واخا وهذوك اللي جابوا ليه السكنه ما تيدخلش معاهم من دارهم ما بقاش كيمشي لها دار جدود ودار جدو دار المرحوم سي عبد السلام قطعها ما بقاش كيمشي هذيك شارينا الشريعه الملك وشارينا الناس الوزير الحاج محمد بن جلول وكلشي عندها تاريخ ديك الدار ملي مسكين كيبغي يمشي لها تيتقرد ديك النهار تبعات شي 130 واحد بالسيوفه مشى لدارهم كان العيد يعني دابا انت عندك شكوك كبيره بان ولدك ما ماتش موته طبيعيه. كنبغيك نغير شحال حيت لا كان موته طبيعيه وخا يطلع الخزان ما يقتلوش. غيعيبو. ما يقتلوش. قالوا لي قالوا لي عنده ميكروب شويه قالوا لي عنده دابا دابا التشخيص الطبي اشنو قالوا لكم فيه؟ قال لك غير السكر. غير السكر قال لك هاكو هاكو دغيا عطاونا الدري دغيا تدفن. والتحليلات والتحليلات الثانيين ما خرجوش. عطاتني نفس التحليله الاولى. دابا الطب الشرعي شنو قال لكم الطب الشرعي؟ قال ما عطاونا تا هو. قالك عادي يا مات. وراقي محطوطين لقيت خويا وراقي محطوطين باش يتدفن. زربوه. لا دابا غير الطب الشرعي انتم قبل ما تدفنوا الجثه ديال بشعيب. اشنو قال لكم ملي جاي عين جثه اشنو قال لكم؟ قال لي عندي ميكروب قال لي عنده ميكروب عنده ميكروب اه ومخاوي ما شخص لكم هذا النوع ديال الميكروب ما شخصش لكم لا ولكن في الورقه ديال شهاده الوفاه هذا فيها عاديه مع السكر قبل ولا قالوا لي ميكروب ليش ميت مكل بانه ميت بالسكر باش ما يتشرحش انا قلتها تاتي كتاتي بالو عليك قالوا لي ما تقوليش ليهم راه موكل ولا ميت مسموم باش يقولي لهم ميت بالسكر باش ما يديروش لخوك التشريح وانا عزيز عليا خويا خويا يلاه دار 18 عام هو صغير عندنا في الطالب دابا نتوما كطالبوا بتشريح الجثة طالب بتشريح الجثة الا مات موت الله مرحبا بها الا ما ماتش موت الله راه كاينين الاعداء اللي جابوا لي هذا السم اذا اللي الفاعل ياخذ الجزاء ديالو ضروري باش حنا نبردوا تنطلب من سيدنا والسي الحموسي يتابع هذا الملف اللي ما عطاوناش حنا حتى وحدين هنا ما عطانا حتى وقت حيت انا ولدي كان كيموت على الرجاء ديما دايرها هوايا ديما اذا مشاهدينا الاوفياء انا ودادية ولات عزت عليا الرجاء على قبل ولدي انا اذا مشاهدينا واش الناس هذا اللي ميت بالسكر واش هذا فيه السكر هاد الدري واش فيه السكر طفى التليفون التليفون طفى ها هو هاد الدري فيه السكر دريتي تريني بخير غادي ندرجو غادي ندرجو الصور ديالو في الفيديو غادي ندرجو الصور ديالو في الفيديو وغادي غادي ندرجو الصور ديالو في الفيديو وغندرجو الفيديوهات ديالو كذلك واكيد راه حنا دوله ديال الحق ودوله ديال المؤسسات الا كان هاد الدري الله يرحمه اول حاجه الله يرحمه الا كان اذا كان ميت موت الله فالله يرحمه ولي رحمه الله اما الا كان كيف ما كتقولوا حسب القول ديالكم كان بفعل فاعل فاكيد فالنيابه غتفتح تحقيق في هذه المساله هذه. جزاهم الله بخير. تفتح تحقيق. الله يجازيهم بخير. وياخذوا لخويا عينه باش نعرفوا تحنا حنا حنا مواطنين من الشعب حنا ولاد الشعب كنعرفوهم الله والملك والوطن.
حنا فدائيون بعدا جدودنا كانوا مدنيين. إذن إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر مع عائلة شعيب الله يولي رحمة الله لتذكير مرة أخرى شعيب اللي وفاته المنية هذه مدة ديال 10 أيام حسب القول ديال العائلة ديالو كيقولوا بأنه هذه الموتة غير طبيعية وكيطالبوا مرة أخرى طالبوا بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية. إذا حنا ما علينا إلا أننا نوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين وكتبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسة ديال الدولة اللي غتبت في هذه القضية دي. إلى هنا سأنهي هذا البث المباشر. سيدنا حتى هو يوقف معنا. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر على نهاية هذا البث. كان معكم مراسل المغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم وإلى اللقاء.